المشاهدين المشاهدين ما تنساوش تخليو تعليق زوين لزينب باش تبقى معانا ان شاء الله ما تهربش من طنجة. لا السلام عليكم يا جماعه السلام عليكم الله يرضي عليكم. هذا كاع صوت لقيتيها الوالده؟ اييه درت الحصيره درت الحصيره وتنزعزع وتيطيح فوق الحصيره والله العظيم الا تبارك الله يا سيدي ربي ما شاء الله الخير سيدي ربي. دابا هذا تديه لخالتي نعيمه. اييه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المتابعين ديالنا الاعزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مهنيين؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله فطور جديد مع عائله جديده مع واحد خالتي الله يخليها لنا ويطول لنا في عمرها يا ربي. غتابعوا معنا هذا الفيديو هذا حتى غادي نوصلوا عندها وغتشوفوا الاجواء كي غتفوت عندها ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا الوالده لقطات التوت والدايه للبن. ايوا حيت هي في المدينه. ياك عطيت تحيه. السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مبروك عواشركم ويخرج رمضان ان شاء الله بالصحه والهنا والطول العمر يا ربي. وهاد 10 ايام الاخيره الله يعمل سيدي ربي اواخر، الله يشد فينا ويشد فيكم ويجعلنا من اهل الجنه ان شاء الله يا سيدي ربي. وتحياتي لكم، وراكم عزاز وراكم غاليين وراكم في القلب. انتما كما تشوفوا انا غادي عند اختي ان شاء الله يا سيدي ربي. ايوا تنديو هادشي العروبيه البينا وشويه ديال التوتو. ايوا غادي نمشيو وتابعوا معنا ان شاء الله يا ربي. الله ينوركم ان شاء الله. مشاهدي كما كتشوفوا هذا التوت، هذيك التوته الكحله، هذا التوت كحل هانتوما عرفتيه كيخلي الصباغه في الصباغه في يدينا. عندك تيدو سخط قميجك؟ قميجة عاد شاريها الوالده على ايوا ضربت غا الله يهنيها نعاود نشري واحده اخرى. ايوا بصحتك وراحتك. الله يحفظك الوالده صحتك وراحتك لبس وتعاود ان شاء الله يا ربي بالصحه والهنا والراحه وطول العمر. يلا مشاهدينا الكرام دابا ان شاء الوالد وليد عطيك التحيه للمشاهدين. السلام عليكم وليداتي داخل الوطن وخارج الوطن، عواجلكم مبروكين باش تمنيتو جزائريين توانسه المصريين. تحيه لكم اولادي كاملين اللي في الجاليه كاملين وليداتي في الغربه وكل شيء وليد، تحيه لكم اولادي. صافي واجد الوالد واجد ان شاء الله وليدي ان شاء الله احنا واجدين على بركه الله. مشاهدينا الكرام دابا ان شاء الله غادي نقلعوا، كما كتشوفوا الطوموبيل هذه مده ما غسلتهاش. الطريق اللي هابطه عندنا من الطريق الرئيسيه لهنا يعني كانت كتصايب، الحمد لله تصايبات ودابا رجعت كودرون. لذا كنت ما كنغسلهاش شحال هذه، كنت واخا كنغسلها ديك الساعه كتولي ترجع تكرفص بحال لا ما كان، يعني كنت كنكره انني نغسل الطوموبيل. دابا الحمد لله الطريق تصايبات، داروا لها الكوش الاولى ديال الكودرون، مازال الكوش الثانيه الكوش الثالثه. كنبغي نوجه الشكر وواحد التحيه كبيره للمسؤولين ديال جهه افران، مشكورين على هذا المجهود هذا اللي داروه يعني في هذا الاقليم ديال افران في مجموعه ديال المناطق هنا صايبوا الطرقان يعني بالكودرون. مشكورين المسؤولين ديال جهه افران والعمالات افران، تحياتي لكم. كي جاتك الوالده الطريق باش تصايبات؟ زيدي. لا تبارك الله صايبة الطريق مزيان؟ صايبة غزالة تبارك الله. أوجه تحية للمسؤولين إفران. تحياتي للمسؤولين إفران، تحياتي لهم كبيرة كبيرة كبيرة، تحياتي لهم، عدلوا لنا الطريق الله يعمل سيدي ربي يدير الطريق. دابا غادي نغسل طوموبيلتي ما غاديش تولي توسخ. يلا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا دابا حنا وصلنا. يلا نادية مرحبا بك. حنا دزنا عند نادية. السلام عليكم المشاهدين، تحية لكم. مرحبا بك. دايرين لاباس عليكم؟ بسم الله. كما كتشوفوا نهار جديد وفطور جديد. نهار جديد وفطور جديد. نهار جديد وفطور جديد. ومعنا ناس جداد، معنا لالا زينة. مرحبا بك اختي زينة. الله يبارك فيك. ها؟ كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام احنا دزنا عند خالتي فاتحة باش نجيبوها تفطر معنا، لقيناها يعني فاطرين عندها شي ناس. وقلنا لها خليها تمشي معنا زينب، ها هي جات معنا زينب بطبيعه الحال و... مرحبا بها شرفتنا هذا النهار هذا. شرفتوني انا جيت معكم. مرحبا بك اختي. مرحبا بك انت. مرحبا بكم المشاهدين. يا هذه الداخل اللي ما قال لي ولا الوالده دق ارافقك الناس كيتفرجوا فيك الوالده الجيران كيعرفوك واقيلا. السلام عليكم هاد الناس مرحبا بك. خالتي انا راه طلقت على الدار انا فوق الزناقي والله ما عقلت عليها. جات ماما الدار والله العظيم. خالتي كي دايره؟ مزيان كلشي بخير؟ الله يبارك فيك اختي. 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 الله يبارك السلام عليكم متابعين قناة
مربوحه كي دايرين لاباس عليكم كنتم مع الصحيحه كنكونوا بخير وعلى خير حنا خويا نكون عند بناكم يلاه طلعوا الفوق كيما كتشوفوا مشاهدينا الكرام حنا كنتواجدوا عند خالتي ذاك النهار رحنا مشينا عند فاطمه الزهراء لدارها واليوم جينا عند خالتي الله يخليها لنا مرحبا بكم مرحبا بكم نورتونا في الحلقه ديالنا مرحبا بكم وان شاء الله غادي تتابعوا معنا يعني هذه الاجواء ديال خالتي ديال الفطور كنتمنى الاجر ديالكم مرحبا بكم لنا الفطور ديال ماما مرحبا بكم نهار كبير هذا مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مربي بسم الله بختي مربوحه ومربوح وناديه كبرتو لاباس عليكم عواجبكم مبروكه علينا وعليكم زينه مرحبا بك انت مرحبا بك بسم الله بسم الله مرحبا بكم نهار كبير هذا مرحبا بكم يا تات مرحبا الله يبارك فيك الله مرحبا نهار كبير هذا مرحبا بك خالي عبد مرحبا بهذه الاخت كنت عارفه بها والعمر علاش ما جاتش خالتي فاتي يرضي عليك مرحبا حبيبه مرحبا بكم مرحبا بكم يلا بسم الله الفاتحه بنت خالتي فاتحه هذيك بنت اختي وصافي والدكتور ديال ماما قبلوا علينا ومرحبا متتبعين ديال خالتي مرحبا بكم الف مرحبا والله نورتونا مره اخرى مرحبا بكم اختي مرحبا بكم الله يخفيك فينا هو جواد فينا هو جواد ان شاء الله جاي في الطريق فينا هو الياس ورضا تكون خالتي دايره عرفتي قلت لهم صاب خالتي تكون دايره لنا الحوت انا عرفت بركه عزيز علي ديال المسكين ماشي داك الحوت الغالي الدور ديال المسكين هذا الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يبارك مبارك مبارك خالتي مرحبا بك هذيك عند اختي وزادوا قلدوها لا انت كانت ما ديروا حتى حاجه قلدوها قالوا لا ديروا لا تعاملي على الموجود ديالك لا راه قابلين وانت خالتي قبلوا قلت لهم ما ديروا والو حنا ما درنا والو اللي قلتها احنا فطورنا قبلوا علينا ما تسير عند ديال خالتي هي ورضا وهي نهار كبير هذا رشيد احمد وحسام هما جاي تبارك الله تبارك الله نهار كبير هذا اللي جا اليوم كبير هذا كبير الله يعاون الله بكم يا تاع محمد خالتي حنا دابا كنجيو كيخصنا ندخلوا للكوزينه وانت كتكوشي محطه اخرى يا بايا جدا الكوزينه خلاص بغينا نصوروا داك الشيء دايا بغينا نصوروا داك الشيء عندي هذا الشيء فين غادي يدار عندي وين يدار قالت لا لا دخلوا الكوزينه صوره كبيره هانتوما كتشوفوا المشاهدين خالتي غفلتنا في هذه ها جينا قالت لنا ما عندكم ما ديروا في كوزينتي راه كتهز هكاك غير هي بوحدها حصلت حصلت حتى هادشي ما عندكش لا والو ضروري المشاهدين يشوفوا كوزينتي يلاه نوضيتي ولادي وزينب وسيوريهم الدويره مشاهدينا الكرام هذه هي الدويره قولي خالتي خالتي غتوريها تتساليكم الدويره ديالها وتوريكم الكوزينه انا كنت باغي نمشي يعني نلقى هادشي اللي كتوجد هادشي اللي موجوده نصور لكم في الكوزينه يعني كما العاده ولكن خالتي لقيتها زربت علينا كلشي حاطها فوق الطبله ولكن واخا هكاك جايين لقيتها محطه باش ما توصلش للكوزينه غير الكوزينه وريهم كوزينتك وريهم الطبله اللي تما وريهم الحريره هو انتم المشاهدين لقينا خالتي حاطه كل شيء قالت لك ما خصنيش ندخلكم الكوزينه صغيره قلت لها غندخلوا المشاهدين معنا الكوزينه خالتي واخا صغيره قبلوا علينا متتبعين ديالنا صح علينا قال لك يونس نجيو نصوروا داك الشيء في الكوزينه قلت له الكوزينه راه غير صغيره وهذه هي الحريره تبارك الله الله يعطيك الصحه خالتي تا خالتي راه ما عندي ما يسالها في الطياب غنديروا لا قد مزيان تبارك الله اللي خدك اخالتي الله يرضي عليك الدراويش نتمنى تقبلوا علينا والله فطور ديال الدراويش ما ديرونا كل دراويش نقولوا لا حنا قابلين على كل حاجه هذه الكوزينه ديال ماما انا مربوحه انا ما كنبغيش الناس يكلفوا راسهم ولا شي حاجه داكشي اللي لقينا بصح خالتي مسكينه حلفات علينا قالت لك ما ديروا حتى حاجه حنا ما كنبغيو نشاركوا مع المشاهدين واللي في الغربه هذه الاجواء هذه ديال لما العائله وديال هذه ولهنا خطك اخالتي لا خطي علينا خالتي علينا خالتي عندها ايوا انتم المشاهدين هذه هي دويرات خالتي عندها هنا وسط الدار وعندها هنايا بيت النعاس وعندها الكوزينه هنايا مع الكوزينه اللي دايره الثلاجه هنا ودايره كلشي هنايا هنا ودايره البيفيه سميتو البلاكار هنايا الانسان غيكون الانسان كيكون كبار الحمد لله الحمد لله ونشكر والله وكنتمنى تقبلوا علينا متتبعين العزاز والغاليين ديالنا والله كنتمنى تقبلوا على فطور ماما هذا النهار اللي دارت معكم مرحبا بكم معنا مرحبا بناديه وخالتي ويونس مرحبا بهم الله يخطوهم علينا الله يخلي لنا خالتي فوق راسنا الا خطي علينا داكشي اللي درتي قبلنا قبلنا عليا راه ما عنديش والو داكشي ربي يخليك انا دابا انتم غادي نطلعوا الحريره وغادي نطلعوا عند الوالد والوالده وهذه كما كتشوفوا الطبيبه خالتي حنا طلعنا الحريره
ايه والعصير كما كتشوفوا السكينه ديال الدراوش هذا غير الليمون وكما كتشوفوا خيزو وهذا بالبنان وشويه الكيوي صافي هذا الشيء اللي درنا المهم كنتمنى تقبلوا علينا ومرحبا بكم عندنا والف مرحبا نورتونا هذا النهار لينا الشرف عاودي جات عندنا خالتي لينا الشرف مرحبا والف مرحبا المتتبعين ديالكم كنحماقوا عليكم هلا خطاكم علينا مشاهدينا الكرام احنا كنتسناو المغرب تاذن ان شاء الله واختي خالتي اختي ماشي خالتي انا راه باش تقرب في المغرب صافي كانت سهله صافي كنا هكاك والله العظيم تقال دير راجل الاخت فاطمه الزهراء خويا جا واد التحيه ليك راه جا هو وصل سلم على المتتبعين ولكن ما كيبانش ولكن اجي غير حدا اكرام وعطي التحيه السلام عليكم كي داير المشاهدين لاباس عليكم كي داير مع الصحيحه كي داير مع الجو ديال رمضان راه سخون شي شويه دابا تصحتها شي شويه دابا ولكن الحمد لله على كل حال رمضان هو غادي والاعمار هي تبارك الله عليك السي جواد وبغيت نوجه واحد الرساله للناس ديال مكناس الاخ جواد راه كيدير تريسيان ان شاء الله ولا بغيتو احتاجيتوه ان شاء الله بلاتي خلينا نديرو اشهار مشاهدينا الكرام كتكوب المهم راجل اختي فاطمه الزهراء كيدير تريسيان والحاله يعني على قد الحال يعني هنا في مدينه مكناس اللي يحتاجوا يدخل عند اختي فاطمه الزهراء في القناه ديالها ماما نعيمه ودعموها واشتركوا عندها ولا احتاجيتوا لكم بريكولات ديال تريسيان ولا هذه المسائل هذه اختي فاطمه الزهراء تعطيكم النمره ديال الزوج ديالها واخا الله يحفظك هذا هو اللي كاين الناس في مكناس رساله للناس المتتبعين ديالنا في مكناس كاملين بغيتكم سي جواد راه واحد الانسان واحد الانسان طيب ومعقول وكلشي صراحه زعما يعني ما شاء الله تبارك الله عليك اخو جواد وما كرهتش انك تبان معنا باش ان شاء الله المشاهد ولكن غير قناة ديال مزال صغيرة ان شاء الله عندكم غايبة شوف انا كنوعدك في العيد غادي يعجبكم المهم انا عرفتكم ان شاء الله احبابي مرحبا بكم نسيف عليكم وان شاء الله كي قلت لكم اختي زينب راه ما يعني حاليا راه كنوجد لهم المفاجأة اللي داير لهم هما وخالتي فاتحة ما بغيناش ما غنحرقوش المراحل ويعني فطورهم حتى من مورا رمضان شو عشاهم ولا غيكون غداهم ياك غيكون عشا ولا غدا لا الصدقة ديال المفاجأة ايوا ديروا صدقة المفاجأة صدقة ديروا صدقة الزردة وصافي ما كي غادي داكشي اختي زين لا كون هاني ديك الساعة لا كي غادي داكشي تما زوين لا واعر لا واعر غزال تا انت وضعتي لا مسا ديالك تما اختاريتي كان شوية ديال الذوق وشوية ديال ما تقوليش لا كان غير شوية ديال الذوق لا كان شوية الذوق كان غير شوية ديال الذوق المهم ولكن خلينوش ما تحرقوش المراحل خليها خليها مفاجأة وغتبقى عندك تهربي لطنجة حتى تدوزي معنا صدقة عاد سيري ديك الصاغة ضروري ما بحال والو ما نخليوكش تمشي لهاد طنجة الخدمة ديالك إلا بغاوك المشاهدين إلا بغاوك المشاهدين ما بقى عندك مشي غنقولوا الناس ديال طنجة إلا جات عندكم زين بجريو عليها راه مشاهدش نبحث عليها من طرف طاقم طاقم مربوحه مرحبا بك اختي زينب الله يبارك فيك والله العظيم كنوجه واحد التحيه كبيره من هذا المنبر لخالتي فاتحه الانسانه الطيبه كون جبتوها معكم وحنا جبنا البنت ديالها راه الخال يعني النائبه ديالها الخليفه ديالها معناتها هي مسكينه عندها شويه ديال الشغال وهذه غادي نجيبوها غير كتخرج عندها ضياف كنوجه لها التحيه وكذلك لاختي مريم مريم البدويه اخت زينب وهذا هو اللي كاين وهذا عرفت هذا الفقيه هذا ما تعطل عندكم مبارك الله يعطيك العافيه هذه كانت اخر فقره ودات حدانا الجامعه قريب انا جيت عند اختي وعند بنتها راني فرحانه واحد الفرحه ما يقدانيش صدق علينا خالتي وراني عيطت لها وقلتها قلت لها التقليد عليك اختي انت ما عندكش ما تكلفيش راسك ديري الفطور اللي تديري راسك ديريه لنا وقالت لي واخا وقلتها وعاود تقلتها وقالت لها غير فطورنا هذا باش كنفطروا حنا حنا ديما ما فطور هذا هو فطورنا والله ما زدنا شي حاجه ولا كلفنا على راسنا والله العظيم هذا هو فطورنا هذا هو فطورنا كنفطروا ديما حنا ما كنشوف حنا ما حنا ما كنتوما ديالنا اصلا حنا ما كتديناش حنا ما كتديناش الماكله ولا كدير حنا المهم هي اللمه وشوفونا الناس مجموعين وتكون صله رحم بيناتنا وخالتي مسكينه يعني كون جيت عندها الدار كانت تتقلق مني تبات الصباح خمري 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 الله يلا عيا انا بغيت نمشي شي كاتب ديال الناديه وسفيان وسفيان ودابا راه هذا راه عيان شي كوال ويجي يجي واخا عيان يدير الدرع ما كانش يوز ما كان تعال لا كاين تحت عليا حطها عليا خالتي ضروري ضروري وناديه ضروري اللي ما جاوش ما كاين حتى شي حاجه بارك يعمروا تبارك الله على مالك خطوم علينا شويه مالك تعطي مبارك عليكم تمام الهضره مالك تهضر شويه السلام عليكم مشاهدي الكرام كيف دايرين لاباس عليكم كيدرجوا مع الصحيحانين كما
كتشوفوا معنا اليوم راه جات عندنا خالتي حاده وعمي يونس وخالتي ناديه وبقدور وحنا فرحانين بزاف والله يخلي لنا العائله ديالنا بزاف تبارك الله تبارك الله على القناه ديالنا ما نقولوش عن القناه ديال ماما وسميتها ماما نعيمة التيفي ها انت كتباني كتباني يلا وشوفوا علينا شي يلا ما تخسرولهاش خاطرها المشاهدين هجوم على قناه ماما نعيمه يلا ديروا الخاطر الملك هيا يحطكم عليه الله اكبر اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت مرحبا بك اختي زينب الله يبارك فيك شكرا ها كي جاتك اول وقيله شحال مره بنتي معنا ثلاثه المرات هذه المره الثالثه كي جاتك الاجواء معنا كي جاوك التعاليق ديال المشاهدين لا لا زوينين كاع الناس شكروني وبغاوني وانا كنشكرهم بزاف 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 وراه نقولك واحد القضية راه بغاوك هاد المرة على حسب ما قريت سمحي لي الفلاط ها انت بنتي كتجي عليها الدرة كتجي عليها الدرة كتجي عليك صافي غتبقاو تشوفوني من هنا الفوق غير بالدرة انا اللي بغاو المشاهدين ديالنا صراحة تبارك الله عائلتنا حنا كارمة راسها وجات اليوم بالدرة بلا ما قرات التعاليق ديالكم وقبل ما نقول لا فهمتني الله خلينا ديما مجموعين امين يا ربي العالمين امين يا ربي امين يلا مشاهدينا الكرام ما بقى الا نقول لكم مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله الوالده قولوا مع السلامه للمشاهدين المشاهدين ما تنساوش تخليو تعليقات زوينين للزينب باش تبقى معانا ان شاء الله ما تهربش لطنجه السلام عليكم السلام عليكم بارد عليكم يلا مع السلامه السلامه المشاهدين السلام عليكم ما تنساونيش الله يسهل عليكم باي باي